فتن الدنيا لا تنتهي، شهوات وشبهات وأمور أخر أكثر من ذلك أو أقل، المعين عليها الله. أخلصوا لله في السرائر، أكثروا من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. استعينوا بربكم، إلزموا جماعة المسلمين، فليلن بعضنا لبعض. كل هذا وما شابهه من الحق معين على دخول جنات النعيم.